جميل ان انت كتير تعود للقراءة، ويعني انا عندي كده المجلدات العظيمة بتاعت العظيم جمال حمدان، المؤرخ ومحلل ومفسر لعبقرية الزمان والمكان. فلما تشوف كده وتقرأ من خلاله وتشوف تركيبة مصر والتركيبة السكانية وشكل مصر عامل ازاي، ترجع لورا كده وتشوف ان البلد دي عدت بكتير قوي، لانه كمان تركيبة مكانها وتركيبة سكانها عدوا بكتير من الفترات. لو قرأت التاريخ ورجعت فهتلاقي انه الشعب المصري ده شعب يعني من الجدود للاباء للابناء للاحفاد، بيمروا بتجارب كتيره جدا تصقلهم مره وتديهم من القدره مره. الحقيقه وانا بقرا كتير في بحب اروح واجي دايما على هذا المؤرخ العظيم جمال حمدان، شخصيه مصر العظيمه، واحيانا يبقى عندك ناس الكبار بتوع عيلتك يعني الناس الكبيره وتساله الاوضاع وزمان ودلوقتي، فتحس انه الجيل اللي عاش طبعا الأجيال السابقة اللي عاشت أزمات مختلفة ما بتبقاش عندها قلق ولا خوف ولا أي نوع من القلق، لأنه شاف حاجات كتير قوي ويبدأ يحكي لك على التاريخ، يحكي لك على المصريين لما عاشوا على ضفاف النيل طول الوقت، والنيل رغم أنه هو نيل الخيرات عليهم لكن كان بيحصل الفيضان، وانتوا فاكرين الفيضان النيل ده غرق قرى ومنها طبعا قرى موجودة في النوبة، وده السبب اللي خلى السد العالي لازم تفكر فيه القيادة المصرية وقتها، طبعا الزعيم جمال عبد الناصر، برغم كل التحديات اللي كانت موجودة أمامه في العالم لكن فكر إنه لازم يعمل السد العالي. والسد العالي ما قامش بس عشان دولة فكرت بالشكل ده أو زعيم فكر، لا، قام لأنه كمان في شعب حاطط ايده وشايف وعارف، فقام السد العالي وكانت احتفالات كبيره جدا زي ما شفتم المصريين مع قناه السويس كده ازاي راحوا حطوا الفلوس وازاي وقفوا، وزي كل واحد عنده شهاده دلوقتي في بيته بتقول انه ساهم في قناه السويس الجديده، نفس الشيء حصل ايام السد العالي، غنى وجمال. فاكرين اغنيه حليم حكايه شعب؟ حكى فيها حكايه السد من اول بنك الدولي لما ادهمش الفلوس لحد بنى السد لحد كل حاجه. كل الكلام ده أنا افتكرته تماما لما شفت النهاردة الجولة اللي قام بيها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يتفقد صباحا أو فجر اليوم الكلية الحربية. الحقيقة وأنا بتفرج على الجولة أنا بحب قوي كلمات الرئيس وهو يعني يشد كده على أبنائه ويديهم الهمة ويديهم الثقة ويكلمهم عن الحياة ويكلمهم عن النبل ويكلمهم على إنه هو الجندي المستقبل وهو القائد في القوات المسلحة وهو ابن القوات المسلحة وهو الحامي لهذه البلاد. والشباب طبعا باللياقة اللي انتوا شايفينها دي بالكفاءة، وطبعا الدنيا تطورت كثيرا فعندهم يعني لياقة وكفاءة، والرئيس حريص طول الوقت إنه يبقى متواجد مع الشباب اللي هم حماة مصر، طبعا حماة مصر غدا اللي هم هيقوموا بالبلد واللي هم هيشرفوا على حماية البلد دي. الجميل كمان وبحب قوي اللحظة دي لما سيادة الرئيس يبقى في حوار بينه وبين الشباب، هو مش بس بيكلمهم عن العسكرية والمهارة، لا، بيكلمهم عن الإنسانية، لأنه قبل أن تكون جندي ماهر أو قائد ماهر لابد أن تكون إنسان. وتكون إنسان إزاي؟ تكون كل سلوكك حياتك انك تبقى قدوه، انك تبقى مثل، انك تبقى كمان محافظ على نفسك، ممارس للرياضه. فالحقيقه الحاجات دي قد ايه جميله، هي ممكن قوي يعني رئيس جمهوريه لا يتطرق لهذه الاشياء، ولكن انت امام رئيس جمهوريه مختلف، اب ورب عيله وبيشوف ولاده وبيشوف انه عايز يقول لهم كل حاجه، عايز يديهم كل الحكايه. فالحقيقه بيبقى الحوار لطيف، وطبعا كان الختام بالكلمه اللي السيد الرئيس كان بيكلم فيها شعب مصر، بيكلمهم بأنه ما يبقاش في خوف وأن أنتم ما تبقوش خايفين، وأنه ياما مصر مر عليها حاجات كتير، وأنه طبعا لما رئيس يتكلم بأنه ما فيش خوف هو يعلم جيدا أن احنا هنعديها بإذن الله. أرجع تاني وأكد على حضراتكم كلمة السيد الرئيس اللي كانت إلى شعب مصر بمنتهى البساطة، هي كلمة تعني الطمأنينة، وأنه اللي بيعدي ده مش بيعدي على مصر لوحدها، بيعدي على العالم كله، وأنه إحنا شعب لا نخاف، وأنه كل حاجة ممكن تعدي زي ما عدى علينا في سنين كتيرة جدا الكثير من الأشياء. إن شاء الله كله يعدي بخير. مازال عندي فقرات في التاسعة الليلة، أرجوكم عودوا إلينا بعد فاصل قصير. تفضل.
عارفين عايزة أكلمكم عن إيه؟ عايزة أكلمكم عن العامية المصرية. العامية المصرية دي مهمة جدا، لأنه العامية المصرية هي حاجة مختلفة تماما بالنسبة للهجتنا حتى عن دولنا العربية، إحنا مميزين بيها. والعامية المصرية انتشرت بشكل كبير جدا من الدراما، من الإعلام، من المسلسلات، من الإعلانات. فهتلاقي كتير من الإخوة العرب اللي موجودين في الدول العربية بيتكلموا أحيانا بلهجتنا العامية المصرية، وأحيانا يقول لك في بعض الدول العربية لأنه اللهجة عندهم قوية، لأنه الاستعمار دخل عليها، فبقى عندهم صعوبة شديدة، فلما يجي يعبر يقول لك طب أنا هعبر بالمصري. فإذا العامية المصرية دي كل ما حافظنا عليها برقيها وجمالها، كل ما بقت هي كمان هي مهمة جدا زي لغتنا العربية الفصحى. تعالوا نشوف كده الموضوع ده بيقول إيه. أجاز مجمع اللغة العربية بالقاهرة عددا من الكلمات مؤخرا، والتي يجري تداولها باعتبارها كلمات عامية. وهي إيه بقى؟ كلمتي، يعني كلمتين، بطاقة تموينية والبسطاء. على فكرة في ناس تسمع تقولك طب هما دول مش لغة عربية؟ بالإضافة إلى البقرة الحلوب، وده في إطار جهود المجمع يقربوا تقريب بين الفصحى والعامية. والإجازة دي دفعتنا إحنا بقى هنا في التاسعة لسؤال مهم جدا، هي إيه شروط إجازة كلمة أو مصطلح من مجمع اللغة العربية؟ خلينا نعرف مزيد من المعلومات ونشوف إيه الحكاية، وإزاي ممكن تبقى يعني كلمة بالعامية ويتم الإجازة بأنها تبقى موجودة، ولكن ده من خلال إجازتها، فتبقى وكأنها بشكل رسمي بقت موجودة. خليني أمسي على دكتورنا دكتور محمد العبد، أستاذ اللغويات بكلية الألسن جامعة عين شمس وعضو مجمع اللغة العربية. مساء الخير يا دكتور، وكلية الألسن طبعا على العين والراس، أنا خريجة ألسن أصلا. أنا أستاذ شفت طبعا أعرف. طبعا أهلا بحضرتك يا دكتور. طيب عايزين نعرف يعني يمكن الناس لما تسمع الثلاث كلمات دي أو الكلمتين اللي هي بطاقة تموينية والبسطاء أو البقرة الحلوب يتصوروا ان هم اصلا لغه عربيه. اشكرك اولا ان وصفت العاميه المصريه بصفتين مهمتين، الرقي والجمال. صحيح. بالفعل اللغه العاميه المصريه قريبه جدا جدا من اللغه العربيه الفصيحه. والعاميات العربيه بصفه عامه ليست بعيده كثيرا عن اللغه العربيه الفصحى. تمام. اللغة العربية أيضا يعني تتميز بأنها لغة مرنة. صحيح. ويعني الاستعمال اليومي للغة العربية وسيلة من وسائل تطوير هذه اللغة. الأمثلة التي ذكرتها حضرتك الآن، بطاقة تموينية أو كلمة البسطاء أو تعبير البقرة الحلوب، هذه الألفاظ والتعابير جميعا أصدرت لجنة الألفاظ والأساليب، وهي من اللجان المعروفة في مجمع اللغة العربية بالقاهرة. تعلمين طبعا كم يبذل أعضاء مجمع اللغة العربية وخبراؤه جهودا يعني مضنية لحماية اللغة العربية وتطويرها وجعل هذه اللغة مواكبة للعصر. أقول هذه الألفاظ والتعبير جميعا أصدرتها هذه اللجنة، لجنة الألفاظ والأساليب. تمام. لو قلنا ما المعايير التي يعني يحتكم إليها في يعني مشروعية استعمال هذه الألفاظ وهذه الأساليب، المعايير ببساطة أن تكون الكلمة ذات أصل لغوي عربي، وببساطة تكون هذه الكلمة قد سجلت في المعاجم العربية القديمة. طب يعني ده أول شرط يا دكتور، أنها تكون من أصل عربي. بالضبط، هذا هو الشرط الأول الذي نعتمد عليه حينما نرد أي لفظ يعني في اللغة العامية إلى أصله الفصيح، أن يكون هذا اللفظ الجذر بتاعه موجود في معجم من المعاجم العربية القديمة. تمام. المعيار الآخر أن نلاحظ يعني صلة أو علاقة بين المعنى القديم لهذا اللفظ، المعنى القديم الذي عرف به هذا اللفظ في المعاجم القديمة، والمعنى الذي يستخدم به هذا اللفظ الآن. يعني يجب أن تكون هناك علاقة حتى لو كانت علاقة يعني غير مباشرة.
تمام. المعياران المذكوران الآن من أهم المعايير التي تعتمد عليهم اللجنة في إجازة في لفظ أو في إجازة تعبير، و يعني تكسب هذا اللفظ أو هذا التعبير هذه المشروعية اللغوية التي أتحدث عنها. تمام. بالنسبة للأمثلة التي ذكرتها حضرتك الآن، يعني هي كلها سواء كانت ألفاظ أو تراكيب تتمتع بأنها يعني ألفاظ، بأن ألفاظها يعني جميعا فصيحة. صحيح. يعني كلمة بطاقة مذكورة، كلمة تموين مذكورة، كلمة البسطاء جمع بسيط مذكورة. صحيح. كلمة مثلا أو عبارة البقرة الحلوب بلفظيها، كلمة البقرة أو كلمة الحلوب، هذه الألفاظ وهذه التعبير جميعا ألفاظها فصيحة ومسجلة في المعاجم العربية القديمة والجديدة. ما الذي حدث إذن، وما الذي يعني لفت نظر لجنة الألفاظ والأساليب؟ تمام. الذي لفت نظر هذه اللجنة أن كلمة بطاقة مسجلة في المعاجم القديمة وحدها، تمام، وكلمة تموين مسجلة في هذه المعاجم في مكانها يعني بحسب الترتيب الأبجدي وحدها، وكلمة البسطاء سجلت في الجذر المعروف باء سين طاء، وكذلك أيوة. الحال بالنسبة لكلمة بصرة أو كلمة حلوب. لكن الذي حدث هو أن هذه المعاجم العربية القديمة والمعاجم العربية الحديثة أيضا لم تسجل هذا التركيب اللي هو بطاقة تموينية. بالمناسبة كلمة بطاقة لا يقتصر استعمالها على هذا التركيب بطاقة تموينية، تعرفين أننا نستخدم كلمة بطاقة طبعا بنستخدمها بشكل واسع. يعني في هناك البطاقة الذكية، بطاقة معايدة. صحيح. فإذا يعني هي مجازة، لأن خلاص تم إجازة كلمة بطاقة. هي هذا التركيب بلفظين تركيب فصيح، لأن اللفظين يعني لفظان فصيحان ومسجلان في المعاجم القديمة. لكن أكيد. الجديد هو هذه التركيبة، أن لفظا وضع بجانب لفظ آخر، فصار هذا التركيب الوصفي يدل على الوثيقة الرسمية التي تصدر من وزارة التموين، وهي طبعا وثيقة معروفة لكل المشاهدين. أكيد. الحقيقة تفضل. نعم. تفضل. بالنسبة لكلمة البسطاء، طبعا هي تستخدم عادة بصيغة الجمع، نقول البسطاء، برضو البسطاء جمع بسيط، كلمة بسيط مسجلة في المعاجم القديمة والحديثة، لكن البسيط مسجلة يعني معنى الهين السهل، مظبوط، أو بمعنى الخالي من التعقيد. أيوة. أو بمعنى الخالي من التكلف والتصنع. الجديد بالنسبة لهذا اللفظ ليس في اللفظ ولا في بنية اللفظ، لكن في دلالته الجديدة التي اكتسبها هذا اللفظ بحكم استعماله اليومي، فصرنا نستخدم الآن كلمة البسطاء. أيوة. ونعني به يعني فئة من فئات المجتمع، تعلمين طبعا أن فئات المجتمع ليست صحيح يعني وكلنا على فكرة يا دكتور بنستخدم حتى احنا في الإعلام، لأنه الإعلام كمان بيستعمل اللغة زي ما بنقول اللي احنا بنسميها التالتة، اللي هي ما بين العامية والفصحى. فاحنا عموما في خطابنا الإعلامي كثيرا ما نستخدم، نقول ايه، الناس البسطاء، البسطاء الحال، بسطاء يعني اللي هي نسبة إلى الحال نفسه، إنه حالهم بسيط. صحيح. أو على الأد زي ما بيقولوا. المقصود بالفعل، نعم، المقصود بالفعل كما تقولين الآن يعني شريحة اجتماعية يعني مزبوط. من أصحاب المستويات المعيشية والمعرفية الأقل يعني. مظبوط. وطبعا كلمة البسطاء يعني من الألفاظ التي يمكن أن نستدل بها على ظاهرة لغوية معروفة في علم اللغة الاجتماعي اسمها ظاهرة التلطف. أيوة. التلطف بمعنى إن إحنا لا نستخدم اللفظ المباشر. أيوة. للدلالة على المعنى، يعني ما نقولش الفقراء أو ما نقولش غير القادرين، لأنها ألفاظ مباشرة. أيوة. فممكن نستخدم البسطاء، أهلنا البسطاء. نستخدم البسطاء على سبيل، نقول كده إيه، على سبيل التلطف يعني، حتى يعني لا يكون المعنى صحيح. معنى حادا ومباشرا. وإحنا أساسا المصريين أساسا لغتنا لطيفة وبنحب التلطف أصلا يعني.
فأنا بتمنى والله يا دكتور إنه يكون مرة كده تشرفنا ونتكلم عن حاجات كثيرة جدا في اللغة، ونروح ونيجي فيها ونفهم الناس، لأنه عاميتنا الراقية مهم إنها تفضل دايما موجودة. أنا بشكرك جدا دكتور محمد العبد، أستاذ اللغويات بكلية الألسن جامعة عين شمس، عضو مجمع اللغة العربية. زي ما شفتوا يعني، إذا الإضافة زي ما شفتوها وعرفناها إزاي، إنه كلمة ببساطة يعني إنه كلمة إحنا بدأنا نستخدمها، فيبقى استخدامها مجاز بالمعنى اللي بنستخدمها فيه. ودكتور شرح لحضراتكم الكلمات، ويعني الدنيا كده مش سايبة، عندنا مجمع محترم، عندنا حفاظ على لهجتنا العامية، وعندنا أيضا تقارب شديد جدا بين العامية المصرية والفصحى العربية. طبعا خليني أروح معاكم إلى كده خبر، يعني أنا مش عايزة أسميه فني، ولكن أنا عايزة أقول عليه خبر إنساني. ليه؟ الأيام اللي فاتت كان في حالة كبيرة جدا من الجدل حول سلطان الطرب جورج وسوف، والكلام كله كان بيدور حوالين حالته الصحية، وطبعا إنه يعني ربما يبعد عن الساحة الفنية لفترة، أو يمكن إنه يعتزل، خصوصا طبعا بعد الحادث الكبير اللي ألم بيه، وهو يعني ألم بيه طبعا الحادث ده، وفاة ابنه الكبير وديع. طبعا دي أكيد عند أي حد فنان أو أب أو إنسان بيبقى محطوط في حالة يعني نفسية صعبة جدا يعني. فالناس الحقيقة لا تنتظر يعني يبدأوا هم يطلقوا الكلام، خلينا نتأكد. وانتم شايفين الصور ده في عزاء ابنه الأكبر وديع، وفرصة برضو ان احنا نعزي الفنان الكبير جورج وسوف. خليني معاكم مع الأستاذة الصحفية اللبنانية هنادي عيسى. مساء الخير أستاذة هنادي. مساء الخير مدام شرقي، يعطيكي ألف عافية. الله يخليكي أستاذة هنادي. يعني قولي لنا آخر الأخبار، أولا طمنينا على يعني سلطان الطرب جورج وسوف، وقولي لنا ما دار من شأن الشائعات اللي يعني تداولت هذه الأيام. أول شيء جورج وسوف لازال يتلقى التعازي بمنزله بعد ما خلصت بالكنيسة بين لبنان وسوريا. طبعا. وحاليا يتقبل التعازي يوميا في منزله. وانا هتكلم مصري زي يعني. كلمي مصري طبعا براحتك قوي. فانا بحب اللغه المصريه جدا. واحنا اللبناني بنحبه وبنفهمه جدا، اتفضلي. الله يخليك. فهو دلوقتي بيستقبل المعازين كل يوم في بيته، وفود رايحه وفود جايه، شخصيات سياسيه، فنيه، انسانيه عاديه. طبعا. يعني بيته ما بيفضاش. طبعا. يعني حتى من مصر ناس جت من كل الدول العربيه، لانه هو يعني طبعا فنان كبير جدا جدا. طبعا. جدا. طبعا. بقى له 50 سنه فنان. صحيح. صحيا كويس، كل الناس تعرف ان هو من 10 سنين تقريبا تعرض لجلطات كبيره. حقيقي. ان كان في الراس او في الايد، وربنا نجا. حقيقي. فطبعا في متابعه من الاطباء بتوعه. صحيح. لانه الحزن اللي هو فيه كبير جدا جدا. كبير قوي جدا. قوي قوي. ده ابنه وسنده. طبعا. واللي وقفوا على رجليه، وابو وديع، ابو وديع، فاسم اسم ابنه يعني مرتبط بيه اصلا، يعني هو مرتبط بيه. ايوه. طبعا لكن هو كويس، هو راجل قوي. أيوة. زي ما قلنا اكيد قلبه محزون، ولكن الشائعات زي ما قلتي مدام شفقي برفقته من اول يوم. حقيقي. يعني حتى اول ما توفى ابنه قالوا دخل المستشفى ودخل طوارئ، وهو صحيح. هو ما دخلش المستشفى. أيوة. هو اكيد هيتعصب. أيوة. يعني هيتعب، لكن ما دخلش المستشفى. بعد كده دخلوا في حاجات انه هيعتزل الفن. هو طبعا يعني نحن عندنا عدد اكيد في مصر زي لبنان زي سوريا 40 يوم حداد. طبعا. طبعا. لا يعني انا مقدره، يعني انا عارفه قد ايه الانسان، يعني انا مريت بفقد كتير في حياتي. فانا عارفه قد ايه الانسان بيبقى مش قادر يتكلم اصلا، يعني حاسس محتاج وقته، محتاج ان هو الوقت بس يعني يرتاح فيه ويداويه. احنا كمان شفناه، يعني شفنا الفنان جورج وسوف الحقيقه في كل صور العزاء، وهو يعني راضي وبيحاول يتقبل هذا الابتلاء الشديد. هو ابتلاء شديد، لكن شفناه مع عدد كبير من كل الفنانين لبنان والعالم العربي، وشفنا حاجات يعني كتيره في الصور يعني بتؤكد انه
قادر يعني بيحاول اكيد انه يتقبل هذا الابتلاء وعايز يعديه اكيد يعني. طبعا يعني ما دام شافكي في يعني انا اقول لك حاجه، لو يعني حكي كثير انه اعتزال وما اعتزال، بعد ال 40 لو في حاجه عنده اداره اعمال هو شخصيا ممكن يتكلم، لكن تمام. اذا اردت طب قولي لي اتفضلي قولي يعني وديع اصلا كان هو اللي بيدير اعمال الفنان جورج وسوف، فطبعا هنا هو هيبقى طبعا هيحتاج لاداره ثانيه ويحتاج شركاتهم، لكن في عنده مديره اعمال اسمها محاميه مايا مصر، هي المحاميه بتاعته، هي كل حاجه. ووديع بيروح ويجي بين لبنان وقطر عشان شغله كان في قطر. تمام. فيعني محاميته او هو ممكن يتكلموا بعد الأربعين لو في اي حاجه، لكن لو اتكلمت انا كمراقبه صحفيه وعارفه الوضع الوسط الفني ايه، انا اقول مستحيل جورج وسوف يعتزل. اول حاجه في حب ملايين الناس اللي هتدعمه واللي هترفض اعتزاله لو لا سمح الله كان عايز يقرر زي ده، لانه الحب الناس بيعطي دعم حضرتك تعرفي. ثاني حاجه والاهم انه جورج وسوف بشغله فاتح اكثر من 60 70 بيت. ايوه. بين موسيقيين، بين موظفين، بين عائلات في لبنان وعائلات في كفرون في سوريا. فيعني هيتخرب ويتقفل بيوت كتير، ونفسيه والطارم جورج وسوف مش هيعمل اي حاجه زي كده اعتقد. تمام. طيب يعني طبعا كلام حضرتك ده واضح واكيد. اذا احنا هننتظر لحد الانتهاء الأربعين ويكون هو قدر يعني يلملم شتات نفسه زي ما بيقولوا، واعتقد ان كل جدول الحفلات اللي كان، لان دي كانت بدايه السنه الحقيقه، وجدول الحفلات ده اكيد تم الغائه الى ان تبدا بقى عنده اداره جديده وتفكير جديد هيعمل ايه. لا هي الاداره هي نفسها دلوقتي محل يعني هيتابعوا انه جورج جونيور وحاتم ومراته ام وديع والمحاميه اللي هي دورها الاساس. وانا بقول لك في شخصيه سعوديه كل يوم بتكلمه كل يوم عشان تدعمه، عشان تقول له لا لازم تكمل، الحياه بتكمل، اكيد الجرح ده كبير، ابتلاء من رب العالمين، لكن المؤمن بيقدر انه يتخطى اي صعوبات. لكن اي كلام بيواسي يمكن تكون الام مصدوعه اكثر، دي ام وحضرتك ام وتعرفي. طبعا اكيد ما حدش بيدور على حاله الام كله عشان هو جورج وسوف هو النجم الكبير. صحيح. اكيد موضوع، لكن هو راجل ومع الايام هيقدر يتخطى الحزن ده، اكيد مش هينسى ابنه لكن هيقدر يتخطى الحزن ده. أكيد. أنا بتصور كمان إنه إحنا ممكن نشوف ربما مع سلطان الطرب جورج وسوف، ربما يعني هو حزن شديد جدا، ولكن أحيانا الأزمات يعني تنقلنا إلى مراحل أخرى، وربما تكون مرحلة فنية أخرى يعني يستأنس بيها وتحاول إن هي تشده من الحزن الشديد. يعني أحيانا يبقى عايز يحط طاقته في أي حاجة تانية، فربما هو يأتينا يمكن نسمع أغاني مختلفة، شجن مختلف، صحيح، مختلف. أكيد. آخر حاجة بس أحب أطمن من عليكي إنه يومه، يعني طبعا يومه أكيد كله مرتبط بالمنزل، يعني ما بيخرجش بره البيت. هو في البيت، وكان في معلومات انه هيطلع لكفرون، لكن زيارات الناس يعني حتى شيرين عبد الوهاب جت من مصر وعرضته، كذا فنان جم من دبي وعزوه، فلا دلوقتي هو قاعد في البيت ومحاط بكل المحبين بتوعه وبيواسوه ويعني بيحاولوا يخففوا اي حاجه يشوفها الوديع. يعني دي معلومات من جوه، بيخففوا اي حاجه تفكروا في وديع في البيت، عشان وديع كان تقريبا يعني عايش بينه طبعاً هنا وبين قطر. ممكن لو شاف جزمه، لو شاف بنطلون، لو شاف قميص يفتكر، فبيحاولوا يخففوا من الحاجات دي عشان يعني عشان يخففوا عنه ويقدر يكمل.
بس اكيد ربنا يصبرهم، يصبر اسره يعني الفنان الكبير جورج والصوف اكيد، وكل التعازي لهم، وربنا يصبره، وان شاء الله هذه المرحله يعدي منها قد ما يقدر بسلام، وربما يكون الفن هو يعني هو السند اللي ممكن يكمل فيه، لانه العمل ده بياخد طاقه البني ادم ويخليه على الاقل يطلع الطاقه بتاعته فيه. انا بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله نعاود الاتصال اذا كان هناك جديد ونطمن عليه اكتر. الاستاذه الصحفيه اللبنانيه هنادي عيسى، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. طيب زي ما انتم شفتوا كده، طبعا يعني الناس احيانا ما بتنتظرش حتى انها يعني تشوف ايه الحكايه عند الناس لما حد بيتوفاه، حد عزيز عليه، لا هو هيقدر يقول انا هعمل ايه، ولا انا هغني، ولا انا هقعد، ولا انا اكيد مش هيقدر، ده لسه ما كملش الـ40. بس احنا بقينا في زمن يعني ايقاعه اسرع من البشر اصحاب الحكايه بكتير، والناس بتتوقع تقول لك خلاص بقى يمكن كده مش هيقدر، مش هيكمل، فبيبقى فيها نوع من انواع التعجيز للشخصيات دي. لكن لازم نسيب فتره كده ونحترم حرمه الموت، ونسيب الناس هي يعني تخرج بعد كده وتقول هتقدر تعمل ايه، لانه كل واحد اللي جواه ده ما حدش بيقدر يوصفه غير الاصحاب. نتمنى انه ربنا يعدي عليه الازمه دي ويعود الى نشاطه الفني، وربما تكون فعلا مرحله جديده ومختلفه تماما عليه. خليني اخدكم بقى لحاجه يعني الحقيقه مسلسل من المسلسلات اللي انا ممكن احط عليه يعني ايه اسم المدهش. ليه مدهش؟ لانه الفكره جديده، التمثيل مختلف، الاداء في اداء جديد حتى على الأبطال. فكرة المسلسلات اللي هي القصص القصيرة اللي في خلال أسبوع أنت بتشوف القصة تستمتع بيها جدا، تعيش مع أحداثها وتنتهي بنهاية الأسبوع، فتبقى واخد كده كبسولة درامية حلوة ومليانة أحداث ومحبوكة زي ما بيقولوا صناع الدراما، محبوكة جدا، قصة حلوة، ممثلين على قد المستوى، مبدعين، مخرج رائع، في النهاية الحكاية حلوة وما بتبقاش عارف الأحداث هتروح فين. الاسم اسمه حكاية رولات، وده ضمن حكايات طبعا مسلسل في كل أسبوع حكاية، ودي فكرة رائعة بصراحة، كل أسبوع حكاية. لكن الحكاية دي تحديدا تصدرت الترند الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي، والفكرة جت ببساطة جدا، إن هو يعني فور يعني حكايه اتنين بيبداوا كانهم هيحصل يعني هيتكلموا او هيتناقشوا او هيتطلقوا او هيقولوا ايه اللي حصل، فانت ما تبقاش عارف الاحداث هتبدا ازاي، تقف ازاي، وهيوصلوا لايه، يعني فيها نوع من انواع كمان الاندهاش اللي بيبقى حلو يعني. الحقيقه طبعا الفنانه المبدعه اللي يعني كانت في المسلسل البطله نجلاء بدر كمان يعني نالت إشادات كبيرة جدا عن دورها في المسلسل، وقدمت الحقيقة حالة كده إنسانية حلوة، وعندها كده رقي جديد ونضج شديد جدا في دور يعني جديد أعتقد كمان على الفنانة نجلاء بدر. خليني أرحب بالجميلة نجلاء بدر وأقول لها مساء الخير يا نوجة زي ما بنقول لها. ازيك يا شفتي، أخبارك إيه؟ انا على فكره كلمتك علشان احييكي. انا عرفت والله، شفت ناس كل، بس بعديها بفتره كنت بصور. بس خليني اقول في البدايه حاجه كده صغيره. اتفضلي. ان انا فخوره ان انا النهارده يعني في مكالمه تمت من استاذتي اللي انا ابتديت شغلي الاعلامي تحت تدريبها شفكي المنير. يا حبيبتي ده يعني اشكرك. اشكرك ازاي بقى؟ يعني اول ما اتخرجت من الكليه كنت اول معلم لي قدام الشاشه. حبيبتي انت شاطره اصلا يا نجله، وانت مذيعه، وانت كمان يعني في التمثيل. انا من تحت في ايدك يعني، انا عاشرتك في احلى ايام واتدربت تحت ايدك في بدايه شغلي. بس ده كمذيعه، لكن انت موهوبه كممثله يعني. الحمد لله رب العالمين. خليني اقول لك، اولا الدور جديد وغريب ويشد، وأدائك طبيعي وأنت طبيعية، وتقريبا حتى يعني استخدمتي أدائك أنت كممثلة أكتر حتى من المكياج وكده، كنت طبيعية جدا. إزاي استقبلتي الإشادات والنجاح وكنت متوقعة؟ والله أبدا، أنا عمري ما توقعت النجاح لحاجة يعني. أنت دايما بتعملي حاجة بأقصى ما عندك من مجهود وحب،
ودايما بتنتظري راي الجمهور، يعني هو نجاحنا هو راي الجمهور. فعمر ما حد بيتوقع نجاح. ما طب الفكره لما اتعرضت عليكي كنت قلقانه منها ولا شايفاها فكره عاديه ولا هو اسبوع ويعدي ولا؟ لا بصي، هي عجبتني جدا كفكره. لقيت شويه في ان هل الموضوع يخص الفنان بس ولا هو بيتكلم عن حاله انسانيه؟ وده اللي فكرت في التناول فيه. انا مش هعرضه من وجهه نظر شيرين الفنانه قد ما هعرضه انها انسانه زينا زيها طبعا. بتحب، بتكره، بتتخان، بتغلط. فهو ده اللي انا فكرت فيه. انا مش عايزه تبقى شيرين الفنانه بالنسبه للجمهور قد ما هي شيرين الانسانه فعلا. ان هي انسانه تمتهن مهنه فنانه، لكن هي في البدايه هي انسانه الواقعيه. لكن خلي بالك ان دايما تصوير الفنان في الاعمال الدراميه بيبقى مبالغ فيه. صحيح. لكن انا حسيت ان ده قريب قوي مننا احنا بشر طبعا. بنحب وبنتجرح فانا عشان كده لما جيت اتناوله قررت اتناوله شبهنا بطبيعتنا. اللي هو شبهك انت يا نجلة، لانه انا عارفاكي حتى على طبيعتك من غير مكياج وبسيطه فانت طالعه زي ما بتبقي مثلا موجوده في بيتك، ف يعني بشكل أيوة طبيعي. ايوه انا عايزه اصور الحياه طبيعيه. ما فيش فنانه بتقعد في البيت 24 ساعه فول ميك اب مثلا وبتتجرح وبتتخانق مع جوزها وبتعلي صوتها وبيعلوا صوتهم على بعض وعندهم مشاكل طبيعيه. طب انا عايزه اخدك للقصه، لان القصه الحقيقه كمان هي اللي ادت الفرصه لكل التعبير الانسانيه اللي كانت موجوده. اولا القصه يعني مش عايزه اقول جديده، هي قصه ممكن تحصل، ولكن التناول بتاع المسلسل هو اللي جديد، او المخرج كمان استعمل تكنيك حلو. احنا في يعني انا اتفاجئت في الاخر ان انتوا كل ده مثلتوه فيلم، ما كانش باين طبعا من الاول. فالتكنيك بقى بتاع فكره انه الزوجه بتغلط وبتعمل حاجات يعني ممكن يعني تبقى مشكله كبيره، وكمان الزوج بيغلط هو كمان، يعني بيرد الغلط بغلط، فالاثنين في الاخر بيفقدوا بعض لان هما الاثنين غلطوا في الطريق. خلي بالك لو احنا ركزنا في قصتهم ان الاثنين متحاملين على بعض، يعني كل واحد بينسب خطا للتاني. حتى هو خيانته نسبها ليه، حتى هي لما دخلته في مشروع وخسر نسب ليها الخطيئه، وهي حتى لما نزلت الطفل نسبت ليه الخطيئه، ان انت خليتني اتمسك بالفيلم وخليتني اشتغل مع الد اعدائك علشان ما اضحيش بالفيلم. فهم الاثنين متحاملين على بعض، وعلى فكره ده الواقع في حياتنا. ايوه صح. ولو كان حصل مواجهه من الاول او صراحه من الاول ما كانتش حصلت التراكمات، وعلى فكره دي في كل البيوت. ايوه صح. بس عارفه يا نجلة، انا في الاول قلت ايه، يعني هو بادئ ان هو مخرج وان هو بيدعمك وهو معاكي، بس هي فكره برضو ان الانسان احيانا كلنا بنبقى في نفس الحكايه دي، انه طب يعني انا ده ممكن اجله، ده حلم حياتي، وفي الاخر برضو انتوا بينتوا انه حلم الحياه ده ممكن يتبخر في ثانيه ولا يبقى حلم حياه اصلا. وده واقع احنا عشناه كلنا، وياما في ناس بحت بحاجات كتيره مقابل حاجات تانيه كانت فاكره انها هتحقق فيها نجاح او هتحقق فيها هدف وخسرت كل حاجه. طب قولي لي انت حضرتي نفسك، لان ده مسلسل يعني لازم تظهري الاشياء النفسيه اللي جوه، هو ما فيهوش احداث كتير او اماكن كتير تصوير، يعني انتوا كمان في مباراه فنيه طول الوقت. فيعني وبينكم انتوا الاثنين، يعني فقولي لي حضرتي نفسك ازاي؟ بتعملي ايه بالظبط؟ فكرتي ازاي في الشخصيه؟ انت بتعملي ادوار كتير، ممثله شكلها حلو، هتطلعي ازاي؟ يعني رسمتيها ازاي؟ بصي كانت بالنسبه لي سهل ممتنع، مش عشان حاجه، هي اقرب الشخصيات لطبيعتنا والحياه، يعني انا مش بعمل كاركتر بعيد عننا. تمام. فلو كنت اتفزلكت زياده عن اللزوم كانت هتضيع مني وكانت هتبوظ، بالعكس انا سبت نفسي ليها. وسبت نفسي لحوارها وسبت نفسي لاحاسيسها، يعني انا مش عايزه اقول لك ان انا ما فيش مشهد عيطت فيه كنت عامله حسابي. سبتي نفسك للدموع تاخدك بجد. انا لدرجه ان في مشاهد ما كنتش متخيله ان هعيط فيها ولقيت نفسي بعيط. فانا ما اعرفش ليه هي الشخصيه دي بالذات هي اللي سحباني مش انا اللي سحباها، هي اللي اتحكمت مش انا اللي اتحكمت، هي اللي شكلتني مش انا اللي شكلتها. هي اللي شدتك تعملي الدور كده. طب انا عايزه اكلمك على مشهد النهايه، الناس كانت زعلانه ان المسلسل خلص، انت عارفه المصريين يحبوا النهايات السعيده، يعني رغم كل الاعمال اللي جات لنا بس دايما بنحب ان البطل والبطله ما يسيبوش بعض، خصوصا انه في قصه حب، يعني في حب متبادل بينهم هما الاثنين.
انما المشهد النهايه اللي هو كل واحد بقى رجع شغله، وانتوا انت بقيتي النجمه وحطيتي الروج وبداتي النجمه، وهو رجع شغل وخلاص. بس انا شايفه مشهد النهايه سعيد، انت لو خدتي بالك النظره الاخيره، ايوه النظره منك ليه، بعض وابتسموا، ده معناها ان في امل، يعني ان الحب ما ماتش. اما انتوا لازم تعملوا اسبوع تاني بقى عشان نشوف الامل. لا لا ده قصه ثانيه. يعني لازم لو رجعنا مش هنتخانق برضو. ايوه لا ممكن تتخانقوا على حاجات تانيه برضو يعني. ما هو مفيش اتنين بيحبوا بعض ما بيتخانقوش. ايوه صح. اعتقد انه كمان فكره الرولات والمسدس دي كانت حاجه جديده، فيها نوع من السسبنس، الشكل الجديد في الدراما، وبرده ده كان مناسب للايقاع نفسه، ايقاع الاسبوع مناسب. الفكره بتاعت الرولات دي هي المحور الرئيسي للحبكه الدراميه الصحيحه. يعني عايزه اقول لك لو المسلسل ده اتعمل في ظروف تانية، شيلي لعبه الرولات واتنين متجوزين قاعدين مع بعض بيتكلموا، هيبقى عادي، مفيش هتاخدي نفس الشده. صح اكيد. طب انا عايزه اسالك، اللي في حته ان كل مره منتظره الطلقه هتطلع من المسدس ولا لا، او حد هيموت ولا لا، هي دي اللي عملت شدت الايقاع السريع اللي هو الحلو. اكيد شدت الانتباه. دي اكتر حاجه عجبتني في المسلسل على فكره. لو كان حوار عادي واتنين متجوزين بالنسبه لي كان الموضوع هيبقى ممل، بس فكره الرولات هي فعلا اللي كانت عجباني، هي اللي شدت الانتباه. سؤالي الاخير، حقيقية. التجربه بتاعت قصه في اسبوع دي، انت بقى كفنانه بتحسي ان انت قدرتي تطلعي الشخصيه في عدد المشاهد الاقل كتير وحلقات اقل كتير، ولا حاسه انه لا يعني بترتاحي اكتر في المسلسل المفروض اكتر، الدور اللي فيه مواقف ومشاهد اكتر؟ لا بالعكس، انا الحلقات القليله فيها ميزه ان دايما ما بيبقاش فيها مط وما فيهاش مشاهد حشو. احنا عندنا كده في الدراما بنقول مشاهد حشو ومشاهد منطقه. ايوه دخل من الباب خرج من الباب، قليل زي بالظبط. هقول لك خلصي الاكل، سوري يعني كتشبيه، مثلا اعملي الطبخه دي في ساعتين ولا اعمليها في يومين؟ صحيح. لما بتعمليها في يومين بتسيبيها وترجعي وتسيبيها وترجعي، بالعكس بتبوظيها. لكن لو هي عموما كانت كبسوله دراميه متكامله، يعني من كل الابداعات الفنيه كانت فيها. بس طبعا انا بهنيكي وبحييكي وكل اسره العمل، اكيد عملتوا مسلسل وشد انتباه الناس جدا، وخلينا نقول للناس كمان عندهم فرصه اللي ما شافوهوش يرجع يشوفوا على واتشت، بيتذاع. انا شفته على واتشت بصراحه يعني. وانا كمان كان ممتع. فشفت على واتشت. طيب مش هنسيبك الا ما تقولي لنا رمضان اخباره ايه؟ بنصور في الوقت الحالي مسلسل سر الباتا مع المخرج خالد يوسف. طبعا. وده من الاعمال المهمه قصة اللي الأديب الكبير انا منتظره انا كمان اشوفها، لانه ملحمه دراميه حلوه قوي. اكيد اكيد، وانا متاكده يا رب التوفيق للجميع. متاكده انك هتفاجئينا برضو اكيد بعمل قوي جدا يعني. يا رب يا رب كلنا يعني، لان بجد كل الناس تعبت قوي، وبجد استاذ خالد يوسف عامل رؤيه مختلفه تماما، لانه اول عمل درامي ليه، وانت عارفه ان هو مخرج سينما، فمتناول القصه بطريقه مختلفه تماما. أكيد. يعني قطعتوا شوط في التصوير؟ قاطعين شوط، احنا بقى لنا كتير بنصور يعني. طيب ان شاء الله يعني بالتوفيق باذن الله. الفنانه الجميله نجلاء بدر، انا بشكرك جدا واتمنى لك دايما التوفيق ودايما مشرقه ومبدعه، بشكرك شكرا جزيلا. حاجة كده عايزة أقولها لحضراتكم كمان، طبعا جميل المسلسل، فرصة كمان واتشت يعني، مش بس في رمضان يعني، يعني أحيانا إحنا ظروفنا ظروف شغلنا وعملنا وكلنا، هي فكرة إن أنت ترجع وتشوف. أنا يعني يمكن كان عندي حظ إني أشوفه على يومين، فاستمتعت بالجرعة كلها في يومين، فبرضو ده اللي بيساعده المنصات الحقيقة، بتساعدنا جدا إن أنت ترجع، وكمان لو فاتك حاجة فاتك مشهد أنت متحكم في الوقت أرجع أشوفه إمتى. بنحيي فكرة الفكرة في أسبوع دي، طبعا بنحييها، ودي فكرة من الأفكار الحلوة اللي كمان الدراما أولا بتشغل عدد كبير من الفنانين، عدد من الكتاب المخرجين المبدعين، بتحط أفكار كتير. يعني أحيانا يبقى عندك فكرة لا تتحمل مثلا 15 أو 30 حلقة، لكن أنت ممكن تحصرها في أسبوع، 5 أو 6 أو 8 حلقات بكتير تقدر تعمل ده، وده الشكل اللي بقى لايق على الزمن اللي احنا عايشينه مع الإيقاع السريع. هنواصل معاكم التاسعة، لسه عندي فقرات كتير في انتظاركم، نستأذنكم في فاصل قصير نعود ونتواصل، تفضلوا.
أنا سعيدة جداً بمنتخب مصر لكرة اليد، مشرف حقيقي، منتخب مشرف. وحقق المنتخب النهاردة الفوز على نظيره البلجيكي، وبلجيكا مش سهلة في الهاندبول أبداً، نتيجة 33-28 في كأس العالم لكرة اليد. أنتوا عارفين دي نتيجة تعتبر هايلة، لأنه عادة بيبقى طول الوقت بيقدروا يسجلوا نقاط سريعة جدا، لكن كده في استحواذ كان كبير من منتخبنا، وده كان من الشوط الأول. منتخب اليد كمان بيواصل التألق وبيحصد نقاط اللقاء في ضربة بداية الدور الرئيسي لكسب الثقة، وده اللي قدر يعمله. من المقرر بقى انه يعني يلتقي ان شاء الله منتخبنا مع نظيره البحريني يوم السبت الساعة 4:30 عصرا، في 4:30 عصرا، وده هيكون في تاني لقاءات في هذا الدور، وبعد كده هتكون الدنمارك الاثنين في الساعة 9:30 مساء. بتمنى لهم أولا، اللعب كان رائع. خلينا نروح مزيد من التفاصيل ناخدها من الكابتن أحمد العطار لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير مدام كابتن، ألف مبروك. ألف ألف مبروك بجد، رجالة وبيشرفونا وبيسعدونا وبيسعدوا الناس. يعني طبعاً أصبح طبعاً المنتخب بجد، أنا ببقى سعيدة وبقيت تلاقي الناس يقولك لا أصلي عايزة أتفرج على منتخب مصر النهاردة، فكرة فعلاً اليد وصلت بمجهودهم. فعلا فعلا، هو طبعا منتخب مصر بيرسم البسمة على شباب المصريين طبعا، وحاجة كويسة جدا الحمد لله. 6 نقاط لغاية دلوقتي، ان شاء الله باذن الله تكمل على ماتش البحرين، وعندنا كمان ماتش الدنمارك، ونسعد ب 10 نقاط ان شاء الله باذن الله. بس مش عايزين نستهون بقى بماتش البحرين، البحرين كمان عامله مستوى هايل جدا، عندهم 4 نقاط، فطمعانين برضه في الماتش بتاع بعد بكره ان شاء الله، لان هو لو عنده المنافسه لو يعني سمع في اللقاء، وده اللي احنا بنقوله لاولادنا، يعني خدوا بالكم من الماتش ما تستهونوش، عشان الفرقه الثانيه بتبقى عندها نفس الدوافع برضه ان هم عايزين يوصلوا لابعد مدى. اكيد. انا بس عايزه يعني برضو خلينا نقول للمشاهدين اولا، هل يعني كان في توقع ان احنا يعني نحصد النتيجه دي امام بلجيكا؟ هو بص، بلجيكا هي اول مره توصل لكاس العالم. احنا الحمد لله كمان المجموعه اللي دخلنا فيها مجموعه حلوه جدا، والمجموعه اللي احنا طلعنا لعبنا فيها مجموعه كويسه جدا، عكس المجاميع الثانيه. يمكن شايفين مجموعه صاحب الارض اللي هو بولندا، كان مجموعه قويه جدا، معاهم فرنسا، ويعني معاهم فرق كبيره جدا. فاحنا الحمد لله ماشيين في المجموعة، عندنا توازن فيها كويس جدا. كل الفرق اللي معانا لعبناها قبل كده وكسبناها. كرواتيا طبعا كانت المفاجأة في أول لقاء، هو ده اللي ادانا كمان الدافع إن احنا ناخد أول مجموعة ونطلع ب4 نقاط، وندخل بعد كده إن شاء الله في اللقاءات الثانية اللي هي ممكن تجمع لنا نقاط نوصل بيها بإذن الله للدور الثمانية، أقوى 8 فرق. وان شاء الله باذن الله نحاول نبعد عن السويد، لان احنا لو كسبنا الدنمارك نبعد عن السويد صاحب الارض، لان البطوله بتنظم في بولندا والجزء الاخير بينظم في السويد. اكيد. ففوزنا على الدنمارك ابعدنا عن صاحب الارض السويد، ممكن نلعب البرتغال او نلعب ايسلندا، اعتقد هيبقى ماتش اهدى شويه وممكن يوصلنا للموابع الذهبي. أكيد. يعني أولا هنستبشر خير بإذن الله يوم السبت والساعة 4:30. هو يوم السبت يوم الحقيقة رياضي جدا ما بين الهاندبول وكرة القدم، فإن شاء الله يعني هنبقى ورا منتخبنا بالتشجيع، وهم رجالة وقدروا بجد يعني قدموا أداء مشرف ومحترم جدا للعبة نفسها بتاعت كرة اليد. أنا بشكرك جدا
كابتن احمد العطار لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، ونتمنى ان شاء الله الفوز باذن الله لمنتخب كره اليد. نروح بقى لكرة القدم، يعني اللي بنحبها واللي الناس كتير يعني بتنتظرها، العشاق بقى كرة القدم بالذات لقاء القمة. يعني أول ما تقول أهلي وزمالك بيبقى يعني الناس كلها بتبقى منتظرة جدا، وإن شاء الله في بطولة الدوري يلتقي الأهلي والزمالك أيضا يوم السبت، وطبعا هنشوف يعني إيه اللي هيحصل وإيه اللي ممكن يعني نشوفه من المباراة يعني مين اللي هيقدر يكمل ومين اللي هيقدر يحقق نقاط أكبر. وزي ما أنتم عارفين قصة كمان كهربا كنا اتكلمنا عليها حتى الأسبوع اللي فات، خلينا كده مزيد من التفاصيل نروح فيها لكابتن أحمد الهواري. مساء الخير يا كابتن. أستاذ مشكك حياتي لحضرتك ولكل مستمعينا ومشاهدينا في كل مكان. السبت لقاء قمة منتظر، لقاء قمة يعني في تشويق واثاره وانتظار، يعني كل فريق عايز، الاهلي عايز ياخد نقاط اكيد ويفوز، والزمالك عايز يحسن النقاط بتاعته، فكلمني عن المباراه المقبله باذن الله. اكيد مباراه بينتظرها طبعا كل عشاق الكره المصريه، مش في مصر بس بل في الوطن العربي، يعني ديربي من اقوى الديربيات. الاهلي داخل الماتش بنشوه انتصار بالفوز على سموحه وتاهل لنهائي كاس مصر في مباراة الأفضل للأهلي الموسم ده، عكس الزمالك تماما اللي ودع كأس مصر بالخسارة من بيراميدز. لكن الأهلي عنده طبعا ظروف صعبة بغيابات عديدة جدا، بداية الغيابات كانت بإيقاف محمود متولي بيغيب عن المباراة، برضو انضم الغيابات البرازيلي سافيو، وايضا عمرو السوليه اللي دايما بيكون ورقه رابحه للاهلي في مباراه القمه. خليني اقول لحضرتك ان برضو في احتمالات لغياب حمدي فتحي، لكن احتمال ان هم الجهاز الطبي يعني يحاول ان هو يربط اللاعب، هو اللاعب عنده التواء في الانكل، فاحتمال ان هو ممكن يعني الجهاز الطبي يحاول ان هو يدفع بيه، لكن في تخوف شويه ان هو لو شارك الإصابة تتفاقم يعني وطول مدة غيابه، فلسه موقف حمدي فتحي لم يتحدد بشكل نهائي. طبعا على في خط الدفاع برضه غيابات الأهلي عديدة، بنتكلم بعد إيقاف محمود متولي ياسر إبراهيم وحمد عبد المنعم بنسبة كبيرة برضه خارج مباراة القمة، عشان يكون خط دفاع الأهلي في المباراة دي ربيع وهاني، ويكون على الجانب الايمن يعني او الجبهه اليمنى خالد عبد الفتاح المعار من نادي سموحه. وقلنا معسكر نادي الزمالك، يعني الزمالك غياباته اقل شويه مقارنه بالنادي الاهلي، غياب فتوحه تواصل وعبد الله جمعه بنسبه كبيره، لكن ما فيش غيابات كتيره زي النادي الاهلي، والزمالك شغال اكتر على الجانب النفسي، لكن الجانب الفني هو اللي شغال عليه النادي الاهلي، لان الزمالك طبعا خسارة بيراميدز وتراجع النتائج المتذبذبة في الدوري أدى للزمالك النهاردة بعد فوز بيراميدز على فاركو بقى في رابع الترتيب في جدول الدوري، فالزمالك يعني شغال مع اللعيبة على الجانب النفسي عكس النادي الأهلي اللي شغال على الجانب الفني أكتر. موضوع كهربا لسه كما هو، يعني بقت الفيفا سامحة أنه يلعب، بس عشان يلعب لازم يسدد كل المبالغ طبعا اللي موجودة عليه. طبعا هي لسه الكره المصريه في مسلسل كهربا لم ينتهي رغم مشاركه اللاعب مع النادي الاهلي في مباراه سموحه بعد انتهاء الايقاف، لكن المسلسل لم ينتهي. يوم 2 فبراير في جلسه استماع في الفيفا ما بين كهربا ومحامين نادي الزمالك، رغم مشاركه كهربا مع النادي الاهلي في مباراه سموحه، الزمالك تقدم بمذكره جديده تضمنت يعني فيديو لمباراه الاهلي وسموحه ومشاركه اللاعب في المباراه، رغم عدم سداد اللاعب للقيمه يعني او غرامه بشكل كامل. محامي الاهلي هيستند في جلسه الاستماع ان نظرا لان اللاعب تقاضى راتبه بالعمله المصريه والغرامه بالدولار وفي فرق كبير ما بين العملتين، فيتم طلب تقسيط المبلغ. نادي الزمالك طبعا هيطالب بتجديد ايقاف اللاعب لفتره اطول نظرا لعدم سداد الغرامه اللي تخطت او وصلت حوالي 2 مليون ونصف مليون دولار، فلسه احنا يعني احنا لسه هنفضل عايشين زي ما احنا عايشين في الدوري والنقاط،
هنعيش احنا كمان في مسلسل كهرباء على التوازي، يعني ده هيفضل هو ده كمان موجود. عموما بنتمنى كده. مش عايز تقول لنا اي حاجه برضو كده عن الكواليس؟ في اهلي ولا في زمالك؟ اي حاجه، اهلي او زمالك، حاجه هنا يعني حاجه هنا. زي ما بقول لحضرتك مباراه القمه الشغل الشاغل طبعا، الجماهير منتظره طبعا تدفع صفقات، لكن الاهلي والزمالك هيعلنوا عن صفقاتهم الجديده بعد القمه، سواء المهاجم بالنسبه للنادي الاهلي تمام، او الصفقتين السوبر اللي كان نادي الزمالك اعلن عنهم. يعني اذا خلينا نقول نلخص ونقول ان القمه هتبقى بعدها، هتاتي الكواليس والمفاجات بعدها. بالظبط كده. طيب بشكرك جدا الناقد الرياضي احمد الهواري، بشكرك شكرا جزيلا. واضح جدا يوم السبت هيبقى كره يد، واحنا هنتفرج على كره اليد واحنا بنشجع كلنا منتخب مصر، لكن امام الاهلي والزمالك، الاهلي يشجع الاهلي والزمالك يشجع الزمالك، هو يوم رياضي كده ناخده يوم السبت. هنقف فاصل كده قصير ونعود ونستكمل معكم باقي فقراتنا للتاسعه، ارجوكم عودوا الينا. كتير تسمعوا فكرة ايه الفن المصري والقوى الناعمة وتقولوا طيب يعني قوى الناعمة ايه؟ لا ده احنا عندنا كنوز ناعمة، يعني عندنا في الفن المصري ده كنوز. وجرب كده بس ان انت تبقى قاعد قدام التلفزيون وترجع ابيض واسود تروح الوان، فتلاقي كميه ابداع فن وكتابه والحان وغنى وحاجات كتيره جدا. انا بيسعدني جدا لما الاقي الثقافه يعني بتحتفي هي كمان بنجوم الفن، وبالذات اصحاب السير المشرفه والتاريخ الفني الكبير اللي عملوا في الفن قدروا يسيبوا بصمه حقيقيه. في معرض الكتاب السنة دي في يعني كتب كتيرة بتتناول سير فنانين مصر العظام، زي الفنان العظيم والموسيقي والجميل محمد فوزي، وهو صاحب طبعا حياة فنية مليئة بالإبداع. محمد فوزي مش بس بيعيش في وجداننا، انت لما تشوفه حتى على الشاشة لازم يخطفك بغناه، بلطفه، بلذاذته، بإتقانه، هو متقن جدا لعمله. أسرار كتيرة بتنشر لأول مرة هتكون موجودة، وهتكشف الجانب كمان الإنساني والشخصي عن حياة الفنان الراحل. اللي هيحكي التفاصيل دي كتاب، وطبعا الكتاب ده يعني أكيد هيكون فيه كلمات وفيه حاجات كتيرة عن الفنان محمد فوزي. اسمحوا لي أرحب بضيفتي الكاتبة أميرة منتصر. مساء الخير يا أميرة. مساء النور، ازي حضرتك؟ منورانا. مساء النور، ربنا يخليك. يعني أولا عايزة أسألك، لماذا محمد فوزي؟ ليه اخترتي محمد فوزي تحديدا؟ والله قصة اختياري لمحمد فوزي الفنان الراحل محمد فوزي جت من 18 سنة. من تاريخ دخولي الأهرام، التحاقي بالأهرام، لأن أنا نائب مدير تحرير في مجلة نص الدنيا بالأهرام. اخترت محمد فوزي أقدمه علشان يكون تحدي أثبت بيه أن أنا صحفية ناجحة، وأني أقدر أكون صحفية في الأهرام. قدمته وأنا بتدرب، وقدمت في خلال سنة قدرت أجمع داتا، كان زوجاته الثلاثة كانوا لسه عايشين، وأولاده وأحفاده. وقابلتي الثلاثة؟ قابلت كله. وكانت زوجته الأولانية مدام هداية، كانت ده كان أول لقاء ليها، كانت رافضة خالص إنها يعني تتكلم أو تتحدث عن أي حاجة، بس الحمد لله قدرت أقنعها وقدرت أخد منها صور نادرة كانت بتنشر في الكتاب ده لأول مرة. وبعد ما خلص الكتاب ده كان هو دايما اقول عليه وش السعد عليا وسبب تعييني في الاهرام ودخولي للقبه الصحفيه. احنا اكيد هنشوف صور اهي، دي صور، دي صوره للكتاب. أيوة. محمد فوزي والحقيقه بحييكي لانه اللون الاخضر لون خصب مبهج مليان حاجات ولايق على محمد فوزي. هو اخترته لانه زي ما حضرتك بتقولي فعلا انا حسيت دي شخصيه محمد فوزي. كان دار النشر عرضت عليا أشكال كتيرة للغلاف، لكن لقيت إن ده أنسب لون لشخصية محمد فوزي. حقيقي. الفنان محمد فوزي مبهجة. مبهجة. مبهجة جدا يعني. طيب إيه أكتر الحاجات اللي إحنا ما نعرفهاش وهنعرفها من الكتاب؟
تفاصيل مختلفة. بصي حضرتك، قبل ما أقول لك التفاصيل لازم أقول عن المكالمة اللي دارت بيني وبين ابن الفنان محمد فوزي، دكتور منير محمد فوزي، ده موجود ربنا يديله الصحة، دكتور كبير. كنت بتكلم معاه وكان هو سألني السؤال ده، قال لي قولي لي أنت هتقدمي إيه جديد؟ قلت له أنا مش بقدم جديد، أنا بفكر الأجيال اللي موجودة والأجيال اللي بتحبوا العشاق محمد فوزي، بقدم لهم حاجة فيها حاجات يمكن مستخبية شوية عن حياته زي كزوج وكأب كإنسان. زي إيه؟ هو أنا عايز أقول حاجة على حاجة، أنا لما دخلت واتكلمت مع كل زوجاته لقيت أن المسيطر على الفنان محمد فوزي عشقه لعمله لفنه، حتى عشقه لفنه حتى في تعامله مع كل اللي حواليه، مع زوجاته، مع كان يعني كل واحدة فيهم بتحكي حتى عن طقوسه، إن هو ملوش طقوس، هو ممكن يبقى قاعد بيتكلم وفجأة يسكت يبقى طلع بلحن جديد. يعني إذن خلينا ناخد عنوان إنه الفن هو نمرة واحد في حياة محمد فوزي، كان نمرة واحد في حياته مهما تعددت الزيجات، ولكن الفن هو نمرة كان واحد. نمرة واحد بالظبط كده. طيب إيه اللي حصل؟ يعني إيه الفرق؟ إنه يعني هو تجوز كمان من فنانة وتجوز من شخصية عادية، يعني التباين ده كان باين في الكتاب، دي صور مع الفنانة الكبيرة مديحة يسري، دي كانت الزوجة الثانية بعد ما اتجوز مدام هدية، قعد كان زواج استمر 9 سنوات وأنجب منها 3 أبناء، أستاذ المهندس سمير ومهندس نبيل ودكتور منير. بعد كده بعد 9 سنوات راح اتجوز الفنانة مديحة يسري، ومدام هداية طلبت الطلاق وانفصلت عنه، وبرضو جواز استمر 9 سنوات. ده رقم 9، ده رقم 9 مهم في حياة الفنان محمد فوزي. بالظبط، استمر 9 سنوات وكان حصلته أفلام كتيرة طبعا بينهم. طب هل هنا يعني الحقبة بتاعة الفنان محمد فوزي ومديحة يسري نقدر نسميها حقبة فنية للاتنين؟ بالظبط، حقبة فنية للاتنين، كان أعمالهم رائعة مع بعض وذاكرة السينما تذكرها لحد دلوقتي. أنا كنت لسه من فترة مشيرة على الصفحة عندي فيلم جميل جدا كنت أول مرة أتفرج عليه وحسيت إن أنا اكتشفته بصراحة. فيلم اسمه معجزة السماء، قصته جميلة وقصته لحد دلوقتي وإحنا بنتفرج عليها أنا لقيت نفسي باخد ولادي وباخد البيت كله، لأن احنا نرجع تاني للأبيض وأسود وللحياة دي من تاني. فقصته كانت جميلة، قصته كانت قدروا هما الاتنين كثنائي يعملوا عمل رائع. عجبني طبعا بساطة محمد فوزي اللي كانت باينة في أناقته، حتى يعني أنا ما اتفرجت عليه هو كان ببدلة وشيك على البحر ببدلة حياته كلها. أيوة. وكان دايما يعني دايما أولاده يقولوا لي هو لما كان بيطلع يمثل هو مش بيمثل، هو هي ده دي طبيعته، ده هو محمد فوزي ما كانش بيمثل خالص. طيب أنا هستأذنك أستاذة أميرة، هنقف هنا عند المرحلة بتاعة محمد فوزي ومديحة يسري قبل ما نروح للمرحلة الثانية، وهاخدك معايا برضو عشان نتكلم برضو عن الفنانين والقوى الناعمة، لكن معايا مداخلة كمان مهمة، المداخلة المهمة للكاتب، يعني الكاتب والصحفي ايضا والمهتمة ايضا بالقوى الناعمة والسير لاصحابها، الكاتب ايمن الحكيم. وايمن الحقيقة مش اول مرة يقدم تجارب او كتب، ولكن بيقدم مؤلف كتاب اسمه الحرفوش، والكتاب عن ايام عادل امام، فتخيل برضو يعني هياخدنا العالم شكله ايه وهنعيش ازاي. خليني امسي عليه الزميل العزيز والكاتب ايمن الحكيم. مساء الخير يا ايمن. اهلا، مساء النور، ازيك؟ شكلي ازيك انت وضيفتك العزيزه؟ اكيد انا سعيده جدا بنشاطك الدائم ودايما ألمك بياخدنا الى كتب احلى من بعضها. ايام عادل امام هتقول فيها ايه؟ الكتاب بيحكي عن ايه؟ هو بيحكي عن مصر الحقيقة، عن سيرة زمن كان من ضمن أبطاله الأستاذ عادل إمام. وعادل إمام الحقيقة حاجة يعني تجربة مصرية عظيمة جدا، أنا بسميه رجل الأرقام القياسية. صحيح، بمعنى إحنا السنة دي بنحتفل ب60 سنة فن عادل إمام. رحلة عادل إمام بدأت سنة 63 في مسرحية أنا وهو وهي. مظبوط، مع الفنان الكبير فاضل المهندس، الدور اللي كلنا فاكرينه الاستاذ سوي.
دور بسيط قوي يعني. ده طبعا احنا دلوقتي من 63 للسنه دي، في 60 سنه دي انا اشك ان في فنان مصري او عربي او عالمي صحيح امتدت رحلته مستمره ومنتظمه بهذه الألق والنجوميه زي الاستاذ عادل امام الحقيقه. صحيح. استاذ عادل يعني بدايته مع نجوميه السينما كان فيلم رجب فوق صفيح ساخن، اللي بالمناسبه كان زي الايام دي 18 يناير 79. تمام. يعني احنا دلوقتي بنتكلم في 44 سنه على قمه السينما المصريه. صحيح. فانا دي ارقام الحقيقه يعني انت ما تقوليها لحد في العالم. صح. مين اللي يقعد نجم الشباك 44 سنه اللي رحلته مع الفن امتدت الى 60 سنه مستمره ومنتظمه وبهذا القلق ورحله متنوعه. انت بتتكلم على سينما. صحيح. مسرح تلفزيون، رحله متنوعه جدا يعني. وبعدين رحله فيها احنا شفنا فيها السلم يعني، اعتقد انه كل من عاصر هذه الرحله شاف الفنان الكبير عادل امام وهو يصعد السلم. الاستاذ عادل الفنان او نجم، انا بسميه النجم العصامي، الاستاذ عادل بدا من الصفر تقريبا، اتصال على نفسه وما قررش حد وعمل لنفسه نموذج. على فكره عادل امام كان عباره عن حاله جديده في تاريخ السينما، شخصيه البطل. لو شفت الابطال السينما قبليه هتلاقي طول بعرض بجمال بوسامه طبعا عادل استاذ عادل كان بيقدم النموذج البطل المصري الشعبي اللي انت ممكن تشوفيه على القهوه في الشارع في اي حته في مصر، اللي هو ملامح الشخص المصري البسيط العادي اللي ممكن تشوفيه، بس هو طلع منه الحقيقه يعني طلع سينما مصريه حقيقيه، افلام مصريه حقيقيه، عبر عن مصر الحقيقه. الاستاذ عادل تاريخ مهم جدا. انا الحقيقه يعني لو قعدت اتكلم ممكن اقعد اتكلم عنه ثلاث ايام، فهو اكيد احنا هنحتاج نتكلم معاك بتفاصيل اكتر ان شاء الله عن الكتاب، بس قول لي يعني اهم ابواب الكتاب. والله هو عباره عن سيره الاستاذ عادل فيها حكايات انسانيه وفنيه بتحكي عن هذه الرحله، وفيها انت مثلا كنت بتتكلمي عن ابو وديع الاستاذ جورج طوف ربنا يعينه وصبره. دي ازمه الحقيقه، شوفوا ابنه مات. استاذ عادل كان في بيروت بالمناسبه، يعني احكي لك قصه سريعه، كان بيعرض مسرحيه هناك. قبل العرض بساعتين جاله خبر ان والده توفى، وهو كان مرتبط بيه جدا وكان يعني الحقيقه متاثر جدا، بس هو عنده عرض بعد ساعتين على المسرح. فقالوا له المنتج واليعني يعني صاحب يعني اللي هو شاري العرض، قال له احنا ممكن ناجل لبكره. قال له طب الجمهور ده ذنبه ايه الموجود ده؟ يعني الناس الجايه جايه تتصل وجاي لعادل امام، فانا ليه اكن عليهم؟ دي حزني انا الشخصي. وعمل عرض الحقيقه ليلتها طلع كل الناس كانت بتصرخ من الضحك في الصاله، وهو الوحيد اللي كان بيبكي من جواه. بعد انتهاء العرض الحقيقه وقف، وبعد ما الجمهور تقفله فقال لهم النهارده انا فقدت ابي وسندي والراجل اللي انا احمل اسمه، وقعد يحكي عن والده. طبعا الجمهور اللبناني قعد يتقابله 10 دقائق متصله. ما هو ده الزعيم، هو ده الزعيم، ده احترام للفن واحترام للناس واحترام للجمهور. طبعا الحقيقه انا متاكده انه كتاب مليء بالاشياء والمواقف الانسانيه، واكيد يعني مره تكون بقى موجود معانا وناخد وندي اكتر في الكتاب ان شاء الله. انا بشكرك جدا واتمنى لك التوفيق. الكتاب هيكون موجود في معرض الكتاب انا عارفه، وكل التوفيق ليك. الكاتب ايضا ايمن الحكيم مؤلف كتاب الحرفوش ايام عادل امام. زي ما كنا بنتكلم احنا عندنا كنوز كنوز، أنا عايزة أعود للكنز اللي معايا وضيفتي العزيزة الأستاذة أميرة منتصر. طيب إحنا وقفنا عند محمد فوزي، ووقفنا دي حقبة مهمة جدا. الالتقاء بينه وبين مديحة يسري أسمر عن مرحلة حلوة. هل التسع سنوات هنا كانت خلاص المرحلة قدموا فيها كل حاجة؟ طيب خليني بس أقول لحضرتك حاجة، يعني أنا طبعا ببارك الأستاذ أيمن على الكتاب، وباخد من كلامه كلمة كده، حكاية بداية من الصفر. بدايتهم من الصفر، فكرة الحقبة اللي فاتت واللي قبليها، وإن هم بيبتدوا من الصفر وبيبتدوا حياة فيها تصميم وإصرار على النجاح على الرغم. صحيح. من الفشل والوقوع والعقبات اللي قابلوها في حياتهم، لكن بيكملوا، لكن هم بيكملوا وبيصمموا لان في هدف في دماغهم. صحيح. لازم يحققوه. صحيح. الامثله متقاربه. بالظبط. مشوار وتعب. بالظبط. مشوار وتعب وتعب شديد. تعب شديد طبعا، وتصميم على ان يبقى في انفراد في كل حاجه،
في كل مجال، في التلحين وفي الغنى وفي التمثيل. كان دايما محمد فوزي مصمم انه يكون منفرد، حتى فكرته في انه يعمل المصنع كان انفراد. صحيح. لانه طيب كان اول مصنع. نكمل الاجابه عن مديحه يسري وبعدين نروح للمرحله الثانيه. اوكي. مديحه يسري طبعا زي ما قلت لحضرتك ان هم جوازهم استمر فتره طويله، مش فتره طويله يعني 9 سنوات، ونتج عنه افلام حوالي برضو 9 افلام لو الذاكره ما خانتنيش، وهم خلفوا بنت وولد. بنت صغيره توفت، والولد اللي هو عمرو محمد فوزي توفى بعد بعد والده بسنتين في حادث اليم. فكانت مدام مديحه يسري طبعا كانت في الم شديد. الفتره اللي عملوا فيها كان بيتهم، كانت مدام مديحه بتحكي ان بيتهم كان بيت كل الفنانين موجودين فيه. يعني هو بيت عبارة عن استوديو. عبارة عن استوديو. وكانت بتحكي عن الفنان محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش وكل الفنانين إنهم كانوا قد إيه موجودين في الوقت ده، وكانوا الاتفاقات على الأفلام وعلى الأغاني وعلى الألحان كلها بتتم في البيت من خلال اجتماعاتهم طول الوقت. بعد مرحلة مديحة يسري، أولا هل أنت في الكتاب رصدة أيضا كمان، لأنه محمد فوزي الحقيقة أيقونة، يعني بنتكلم على التمثيل، وبعدين التمثيل ده حالة عنده، ده غير الغنى والاستعراضات والألحان، هو كمان كملحن أبدع، يعني عنده حاجات أبدع. النقاد الموسيقيين اتكلموا عنها كتير. بالظبط. إبداعات بالزبط. لحنية يعني. بالظبط. محمد فوزي لو هنتكلم عن الحقبة اللي هي بعد جوازه من الفنانة مديحة يسري، بدأ جوز الفنانة كريمة اللي هي فاتنة المعادي، وفي الفترة دي بقى بدأ يحصل موضوع التأمين. المصنع احنا برضو لازم واحنا نتكلم عنه، لان هو كان في الفترة بتاعت الفنانة مديحة يسري، وكانت بتحكي انها قد ايه بتنزل لابسة الافرول معاه وتقف مع العمال، علشان ده كان حلم ليهم هما الاثنين، يعني كان حلم مصنع. كان حلمه ان هو يعمل مصنع، وعلى عكس ما يصار ان هو كان من اسرة بسيطة، لان هو كان راح باع ارض لا ما كانش من اسرة بسيطة خالص يعني. وبرضو بيصار على النت برضو بعض المعلومات المغلوطة الدكتور منير كان موضحها وأنا موضحها في الكتاب، إن هو كان شقيق ل 25 من الأخوات يعني، بس هو كان هم كانوا 16 ما كانوش 25. أيوة. وكانت شقيقته الفنانة هدى سلطان طبعا. اللي اتكلمت وكانت يعني مستمتعة وهي بتتكلم في الكتاب الله يرحمها، وأتذكر مقابلتي ليها بعد العدد ده، خاصة ان العدد ده كان بيضم زي ما قلت حضرتك صور هي ما شافتهاش. اكيد. انا كمان بتفرج على الصور، هل الصور دي كلها في الكتاب؟ بالظبط. دي ده صورته في المصنع. دي صورته في المصنع. في المصنع. احنا برضو لازم نتكلم عن المصنع اللي هو فكر في تأسيسه كأول مصنع موجود في الشرق الاوسط. احنا كانت الاغاني بتتعامل هنا في الاستوديوهات، وبعدين استوديوهات الاذاعه، وبعدين تسافر عشان تطبع في فرنسا. فهو قرر ان هو يعمل اول مصنع في الشرق الاوسط يوفر بيه حاجتين على البلد، يعني هو برده كان حته الوطنيه عنده شديده يعني. أكيد. كان عايز بعد ما كانت الاسطوانه ب 90 قرش بقت ب 35 قرش، وبقت الاسطوانه غير قابله للكسر وبتاخد اغنيه من الناحيتين. وشوفي هو هنا كمان كفنان يعني اشتغل في حاجه تفيد الفن. تفيد الفن. وهو فاهم فيها. ويكفي احتقاره. وهو فاهم فيها. يكفي احتقاره لصوت ام كلثوم. طبعا. ونجاة. طبعا. يعني ام كلثوم كانت بتحلم بعد ما كان حلمه ان هو وهو صغير يلحن للفنانه ام كلثوم، بقت هي اللي بتطلب منه. وهو قدر من خلال مدرسته اللي هو يعني هو اتكلم على ان، لان انا طبعا من خلال الكتاب ده جمعت في ارشيف الاهرام كل الحوارات اللي اتعملت معايا في مجله الكواكب ودار الهلال زمان. أيوة. وتخيلت ان هو قدامي وعملت حوار معاه مطول. ايوه. بكل بقى اللي بكل موجود. الداتا اللي كانت عندي. وكان حلم الفنانة أم كلثوم كانت دايما تتردد في البيت عندهم عند كريمة فاتنة المعادي زوجته الثالثة أيام تعبه، وكانت بتقول له أنت مش هترجع في كلامك، قبل بقى ما كان يقدم لها
بمدرسته، لان كانت مدرسه محمد فوزي، وده انا ما اقدرش اتكلم عنه طبعا، انا الكلام كتير وبيلحقني. بصي انا عايزه اقول لك انه لان انا سعيده وانا بتكلم عنه اكيد، واحنا نستمتع كمان. خلينا نقول للناس ان الكتاب هيبقى موجود في معرض الكتاب مظبوط المقبل، والناس تستمتع بذكريات. لكن الكلمه الاخيره اللي حابه تقوليها على الكتاب ايه؟ الكلمه الاخيره اللي حابه اقولها على الكتاب ان انا بفكر الاجيال الجديده بان في ناس تعبت علشان تعمل حاجه. صحيح، وبدات من الصفر واصرت أنا عشان شخصيا تنجل. اكيد عايزه الكتاب وان شاء الله يجي لحضرتك بالاهداء ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. بشكرك جدا وبشكر كل حد بيقدم السير العظيمه. بشكرك استاذه والكاتبه اميره مصطفى لكتاب محمد اميره منتصر لكتاب يعني فنان كبير زي محمد فوزي، تفاصيل وحياه، وكمان هتشوف انه الفن رساله، والفن في مصر ما كانش رساله بس لمصر، كان رساله للعالم العربي كمان. فعلشان كده فننا وصل لكل الناس، والنجوم اللي اتكلمنا عليهم في الفقره دي محمد فوزي او الكتاب الخاص كمان بعادل امام، انت بتتكلم على ايقونات تعبوا بداوا السلم من اول درجه لحد ما وصلوا انه يبقى اسمه محمد فوزي ويبقى فيه اسم كبير زي عادل امام. هنفضل مكملين لان مصر ولاده بكل نجومها وكل مبدعيها، هي دي مصر. الفقرة التالية هتكون فقرة صحفية، بس عندما يعني تكرم الصحافة، عندما تكتب فتتكرم، وجوائز، مين أصحاب الجوائز وإيه الحكاية وإيه المسابقات، بعد شوية في التاسعة. اهلا بيكم. يعني طبعا الصحافه ما نقدرش نستغنى عنها، لان الصحافه هي جزء كبير جدا من اعلام اي دوله ومن اعلام العالم بشكل عام، لان هي بتنور على حاجات معينه وبتكتب حاجات معينه. وصدقوني الصحافه المهنيه مهمه، مهمه لاي بلد. كل حد يتصور انه يعني انا صحفي هعمل ايه، لا، صحفي مهم، الصحفي المهني المحترف اللي بيعرف يبرز ليك المعلومة، يقدم التحقيق بشكل جيد، وكمان يحترم القارئ اللي يعني هيقرأ هو الموضوع في النهاية. خليني تفاصيل أكثر مع جوائز لصاحبة الجلالة، مع ضيفي الأستاذ محمد الكاتب الصحفي محمد الصاوي، موقع مصراوي، والجائزة الأولى تحقيقات عمل مشترك وتحقيقات. انا هخليك اتكلم عن كل التحقيقات الاولى. ببارك لك على الجائزه. الله يبارك فيك يا استاذ. والجائزه ايضا يعني من الجوائز ايضا جريده الاخبار، الكاتب الصحفي احمد سعد، لازم تغير اسمك بعد نجاح احمد سعد. وطبعا جائزه يعني اللي هو يعني جائزه الحملات الصحفيه، وبرده هخليه يقول لكم تماما هو قدم ايه. طيب هنبدا باستاذ احمد سعد. يعني طبعا بيحصل مشاكل ما بينك كتير وما بين مطرب احمد سعد دي. يعني شويه. طيب كلمني عن الجائزه، الجائزه كانت عن ايه؟ الجائزه كانت عن حمله صحفيه انا عملتها في بدايه 2021. كانت مغامره صحفيه استمرت لمده يومين داخل مستشفيات العزل، عزل كورونا. كانت معايشه مع المرضى والاطباء واطقم التمريض والاطقم الفنيه. كنت بحاول انقل الواقع في شكل قصص انسانيه للجمهور بره. الجمهور جوه ما كانش عارف ايه اللي بيتم في مستشفيات العزل. كنت بحاول انقل الصوره، بحاول اعمل دعم للمرضى والاطباء والاطقم وباقي الاطقم الطبيه، بحيث ان اللي بره يبقى شايف. طبعا العامل النفسي في الوقت ده كان صعب جدا، كانت في مرضى كتير بتدخل منهاره نفسيا وربما يفقدوا حياتهم، مش عشان خطوره المرض بل بالعكس عشان الحالة النفسية وعدم القدرة على التواصل مع الأهل. لا، وهنا أنت خروجك لأن الناس كلها كانت معزولة عن بعض، فأنت كنت عين الناس اللي عايزة تعرف إيه اللي بيحصل، ده الحقيقة فين؟ ده حقيقي إن هي كانت مغامرة. طبعًا يعني كنا إحنا الجريدة الوحيدة اللي دخلت مستشفى عزل. طبعًا الأطباء والأطقم الطبية كانت مستغربين إزاي الصحفي يجي ليهم لحد المستشفى. طبعًا أخذنا الإجراءات الوقائية اللازمة، ابتدينا البدل والماسكات والحاجات اللي زي دي. دخلنا حضرنا يعني طريقه اسعاف المرضى في الرعايات المركزه بتتم ازاي، اتكلمنا مع مرضى كتير، اتكلمنا مع اطباء،
عشنا اللحظات الاخيره في حياه كل مريض. في حالات وفاه. انت اكيد عملت حملات كتير، بس اكيد كنت سعيد بالجائزه عن هذه الحمله. هي الحمله دي كانت مميزه بالنسبه لي لان هي كانت في وقت صعب طبعا. ما فيش حد بيحاول ينزل اصلا، الناس كانت بعيده عن بعض، فكانت يعني ان انت تنزلي في وقت زي ده تحدي. اسرتي مثلا كانت رافضه ان انا انزل طبعا. فانت كنت بتنزلي من وراء اهلك مثلا تروحي مستشفى عزل، فده كان تحدي. هي دي المهنيه، كان في خطوره على حياتك برضه، كانت في خطوره على حياتنا، بس الحمد لله عدت. بس دلوقتي اسرتك لما هتعرف الجائزه هيبقوا حاسين انه ده تمام كده. اكيد طبعا. طيب خليني اروح لمصراوي، يعني الكاتب الصحفي محمد الصاوي، كلمني بقى عن الجائزه. الجائزه جت نتيجه ايه؟ اللي اتكتب ولفت هذا الانتباه وخلاك تتميز فيها؟ هو الأول موضوعي أنا وزميلي الأستاذ سامح غيث. الموضوع ببساطة بيتكلم عن ظاهرة الصقر المستشري أو المنتشر في البلاد، ظاهرة سيئة وسلبية مستشرية في مصر منذ الزمن. تناولنا الموضوع بشكل مختلف شوية عما تم تداوله من قبل. أخذنا الزاوية بتاعة السيدات ودورهم سواء السلبي أو الإيجابي في عملية الصقر، سواء بتزكية الظاهرة، وكان في النادر وكان نماذج نادرة شوية اللي حاولوا يخمدوا الظاهرة ويوقفوا سلسال الدم عندهم. واخدتوا السيدات الطار، يعني انت بتتكلم على الطار والسيدات، بحيث ان هم اللي بيحصل بالظبط، يعني بالزبط. هم يقدروا يهدوا المسألة دي ولا في البيوت ولا لا؟ هو في البيت السيدة بيبقى لها دور كبير، واحيانا بيكون يتجه الى الشر شويه في موضوع ان هي تدفعه، يعني تقول له لا لازم تاخد طار ابوك، طار ابن عمك، طار مش عارفه مين بالظبط. ده دي النماذج اللي احنا قابلناها. واحيانا كانت لما بتعجز عن اشعال الازمه كانت بتتجه هي بنفسها، يعني شفنا ده في الدراما، يعني هي تحمل السلاح بعد كده وتتجه، يعني بس للاسف الواقع كان اشد مراره وصعوبه. يعني الدراما بتخفف الدنيا. طبعا طبعا. انت خدت كمان جايزه قبل كده من دبي. اخدت دبي عن تحقيق تصريح قتل. تصريح قتل ده ايه الموضوع؟ الموضوع ببساطه عن الاخطاء اللي بتتم في عمليات اعطاء او اصدار تصريح الدفن الخاصه بالاطفال المتوفين. بيحصل بعض الاهمال في توقيع الكشف الطبي على الاطفال، الطفل بيبقى معرض لعمليه قتل، ونتيجه عدم المناظره الجيده بيتم اصدار تصريح الدفن على ان الوفاه طبيعيه، الى ان يكتشف بالصدفه بمرور الزمن انه كان مقتول. فبرضه دي يعني تحقيقات مهمه. طب انا بدوري هنا هسالكم حاجه مهمه جدا، كلنا مش هنتكسف نقولها. احنا يعني كلنا بنقعد نقول عايزين ان يعود زمن المهنيه والاهتمام يعني الاحساس برضو بالتقدير مهم، يعني ان انت كصحفي تتعب تكتب ترصد ظاهره في المجتمع توصل فتاخد عليها جائزه. بنسبه قد ايه ده بقى موجود؟ انا بالنسبه لي ده العام الثاني على التوالي باخد جائزه نقابه الصحفيين بسبب الشغل والتحقيقات اللي انا بعملها والحملات الصحفيه. أنا شايف يعني إلى حد ما لا بنتقدر، الجمهور بيبقى فيه صدى ورد فعل التحقيقات الحلوة الكويسة بتتم، التحقيقات اللي بتمس المواطن بيبقى لها صدى حلو، حتى عند المواطن وعند المسؤولين برضو بيبقى فيه صدى لو رصدنا حاجة سلبية أو حاجة يعني سلبية بيتم معالجتها، وبيتم بيبقى فيه صدى حلو. إلى حد ما هو اجتهاد من كل صحفي، بس كوضع عام الوضع مش أحسن حاجة، بس في النهاية كل صحفي ليه مساحته. المهني هو اللي بيحافظ على المهنة، المهني هو اللي بيثبت نفسه، هو اللي بيثبت نفسه. أنا دايماً أقول إنه المهني هو اللي بيحافظ على المهنة، لأنه مهنة الصحافة دي مهنة جليلة ومحترمة صاحبة الجلالة، فلو كل مهني بيقدر يحافظ عليها هنفضل محافظين عليها حتى طبعاً. لو كان في شوائب هنا أو هنا. الصحافة الجيدة بتفرد نفسها في أي وقت وفي أي زمن، بس على الصحفي أن يبرزها بالشكل الأمثل. طب محمد أنتوا جيل جديد، فالجيل الجديد عنده فرصة التنوع والانطلاق وايضا انه يحط تحقيقاته دي على السوشيال ميديا وانه يتلقى رد الفعل، ده بيحصل؟ طبعا طبعا طبعا. الوسائل الجديده بتدي فرصه للتفاعل بشكل اقوى، بس برضو بتبقى بتدخلنا في مجال منافسه قوي، يعني ما كانش موجود ايام الصحافه الورقيه طبعاً. بشده يعني، فتبذل مجهود اكبر طبعا. شايفين، بتشوف احيانا ان السوشيال ميديا
في ناس يتخيلوا، يعني الناس اللي بتكتب على السوشيال ميديا حتى الناس العادية يتخيلوا انه الصحفي بيعمل ايه، ما انا بكتب هو ممكن احقق وبيقعدوا يصوروا الموبايل. لا يعني لا طبعا صحافة السوشيال ميديا لا دي مش صحافة. هو بيسمي نفسه كده. لا أركان الصحافة كتيرة متعددة، وعشان أقول أنا صحفي لازم بوثقت أكتر من حاجة وعملت أكتر من خطوة عشان أقدر أقول العمل اللي أنا بقدمه أو الفيديو ده فيه بتتوفر فيه أركان الصحافة. أركان الصحافة علشان تتحقق الموضوع مش سهل تماما طبعًا. ممكن تسألي أستاذ أحمد وزميلنا بره كتير، عشان يعمل عمل صحفي جيد بتتوفر فيه كل أركان طبعًا. الصحافة المهنة بيتعب قد إيه؟ طبعا المسألة مش بالساهل أبدا خالص 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 خالص. الجائزة تديك إحساس إنك تعمل حاجة إيه، يعني بتفكر تعمل إيه؟ طبعا ده بيمثل لنا تقدير من النقابة، تقدير من الناس، تقدير من القائمين على المهنة، يعني كملوا رساله ان انتوا كملوا، انتوا في المسار في المسار الصحيح. طبعا طبعا استاذ احمد، وانت جريت الاخبار يعني اللي هو يعني حاجه كبيره عندنا جدا. التحقيقات في الزمن الحديث مختلفه، ايه صعوبتها وايه سهولتها؟ يعني ايه الاشياء الصعبه وايه الاشياء السهله اكتر من زمان؟ حاليا دلوقتي الوسائل المتاحه لنا، سواء التصوير ان انت تحط التحقيق بتاعك على السوشيال ميديا، المواقع الالكترونيه، دي حاجه سهله، وسائل بتفرض نفسها ولازم تستعيني بيها في التحقيق بتاعك. الحاجه الصعبه شويه ممكن التعامل مع المصادر، بعض الشيء بيبقى فيه بعض الصعوبه خصوصا في الفتره الحاليه، بيبقى فيه حذر شويه من المصادر ان هي تتعامل معانا. مساحه المعالجه يمكن بتكون مش افضل حاجه، بس بنخلق لنفسنا مساحات بنقدر نعالج فيها قضايا معينه بطريقه مهنيه طبعا، ما بتجيش على حق حد. في النهايه بيكون مصلحه القارئ ومصلحه ما يهم الجمهور طبعًا. هو الاساس في المعالجه بتاعتنا في اي أكيد. حاجه. لكن في النهايه يعني اعتقد الوضع ماشي، يعني شغال مش اكيد يعني لا متفضل. اكيد، وطول ما احنا عندنا ناس مهنيه وبتحقق تحقيقات حلوه كده يبقى احنا مطمنين. بشكر حضرتك جدا الكاتب الصحفي استاذ احمد سعد، وبشكرك جدا الكاتب الصحفي محمد الصاوي، واتمنى لكم يعني مزيد من المهنيه ومزيد من النجاح باذن الله. حلقه اليوم بتنتهي خلاص، ثواني الاخيره. حاولنا النهارده ان احنا نروح ونيجي على اخبارنا، أخبار كتيرة موجودة في بلدنا، معرض الكتاب اللي هينطلق إن شاء الله في نهاية الشهر، كتب هتبقى موجودة عن سير ذاتية لكنوز فنية في مصر، هيفضل الحلم دايماً موجود. وزي ما بدأنا في البداية وقلنا إنه إحنا شعب قوي، الخوف مش شكل أبداً مرتبط بالشعب المصري، بالعكس الشعب المصري صبور كريم وبيقدر وحيقدر. تصبحوا على ألف خير، بكرة يتجدد التاسعة، وأنا ألقاكم بإذن الله الأسبوع المقبل. تصبحوا على ألف خير.